نشرة الأخبار مشاهدينا، أهلا بكم. على هامش مشاركتها في أشغال الدورة العادية 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الاثنين برئيس الكونفدرالية السويسرية ألان بيرسي. وقد حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، وإلى جانبه الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع. كما أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الاثنين محادثات مع رئيس جمهورية غانا نانا أدو دانوكو أكوفو أدو بمقر الأمم المتحدة. وقد حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، وإلى جانبه الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع. والتقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بنيويورك رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي. وقد حضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، وإلى جانبه الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع. هذا واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون صبيحة الاثنين بنيويورك نظيره الفلسطيني محمود عباس. وقد جرى هذا اللقاء الذي تم بمقر إقامة الرئيس عبد المجيد تبون عشية انطلاق الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وحضر هذا اللقاء عن الجانب الجزائري وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، والمندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع. أما عن الجانب الفلسطيني فقد حضر كل من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور. استقبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن الاثنين بقصر الحكومة رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر. وخلال اللقاء عبرا الطرفان عن ارتياحهما لمستوى العلاقات بين البلدين، مع التأكيد على إرادتهما المشتركة لتعزيزها وتنويعها لتشمل كافة المجالات، لا سيما عبر تفعيل وتنشيط آليات التعاون الثنائي. إلى الحدث التربوي، يلتحق أزيد من 11 مليون تلميذ في المراحل الابتدائية أو التعليمية 3 بمقاعد الدراسة ثلاثاء لحساب السنة الدراسية 2023-2024. يؤطرهم أزيد من نصف مليون أستاذ على مستوى قرابة 30 ألف مؤسسة تربوية. وتحسبا لهذا الموعد، حددت وزارة التربية الوطنية محورين للدرس الافتتاحي تتمثل في الطفل و تكنولوجية الإعلام والاتصال بالنسبة لتلاميذ مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط، في حين خصص موضوع تعزيز اللحمة الوطنية لتلاميذ مرحلة التعليم الثانوي. وفي تقرير موضوع تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وفي إطار التنسيق مع وزارة التربية الوطنية، كشف وزير السكن والعمران والمدينة عن جملة من التجهيزات العمومية التربوية الجاهزة للتسليم ابتداء من الثلاثاء وتاريخ الدخول المدرسي لسنة 2023-2024. بلقيس عمروش. 263 تجهيزا عموميا تسلمه وزارة السكن والعمران والمدينة إلى قطاع التربية عشية الدخول المدرسي، رقم يؤكد أن سنة 2023 هي سنة التجهيزات العمومية بامتياز. سنة 2023 راح تكون سنة اللي راح ننطلق فيها في التجهيزات العمومية، تقريبا 263 تجهيز عمومي قمنا بتسليمه، يعني فرق كبير ما بين السنة الماضية والسنة وسنة 2023 دخول مدرسي 23، يعني كانت فيه مجهودات حتى في الميدان.
145 مدرسة ابتدائية، 75 متوسطة، و45 ثانوية، هو العدد الإجمالي للتجهيزات المدرسية المسلمة بفضل مجهودات القطاع في متابعة مراحل الإنجاز ميدانياً وعمليات التقييم المستمرة لمدراء التجهيزات العمومية عبر التراب الوطني. أترافير القوانين المالية الحكومة فيه مجهود تقوم به لنرتني نقوم يعني برفع العدد، هذا يتماشى مع عدد السكنات اللي رانا نقوم بتسليمها، لانه هاد المرافق التعليم راح تكون على مستوى الاحياء المدمجه اللي رانا نقوم باستلامها. سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الدورية للتنسيق بين القطاعات الوزارية تشكل ديناميكية واسعة تتبناها الحكومة الجزائرية وفق رؤية الدولة لتطوير منظومة الهياكل العمومية. إلى التعليم العالي افتتح الاثنين بجامعة الجزائر اثنان أبو القاسم سعد الله ببوزريعة مركزا لتعليم اللغة الروسية بالشراكة بين جامعة الجزائر اثنان والجامعة الروسية تشيني. وبالمناسبة أشار الأمين العام بوزارة التعليم العالي عبد الحكيم بن تليس إلى عمق العلاقات التاريخية الجزائرية الروسية، مبرزا أن المركز سيساهم في تعزيز التعاون بين الجامعات الجزائرية والروسية في جميع الميادين. التغطية لنور الهدى غبريوان. نعلم باللي العلاقات مع الفيدرالية روسيا كلمة واحدة نقولها تاريخ تاريخية، وكانت فيدرالية روسيا واقفة مع الجمهورية الجزائرية في كل الميادين. هذا اللقاء تاع اليوم سيكون انطلاقة لمشاركة مع الجامعة الجزائرية والجامعة الروسية في كل الميادين. من جهته عبر دينيس كريبو نائب وزير التعليم العالي لروسيا عن استعداد بلاده لمشاركة خبراتها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الجزائر، مبرزا أن افتتاح مركز التكوين في اللغة الروسية يعتبر انطلاقة لذلك. نحن مستعدون لمشاركة خبراتنا وتقنياتنا في مجال التعليم العالي، التعليم الثانوي ومجال البحث العلمي. مركز تعليم اللغة الروسية هذا يعتبر تقدما في هذا الاتجاه. وعشية الدخول المدرسي يكثف الهلال الأحمر الجزائري جهوده للوقوف مع التلاميذ والعائلات المعوزة ضمن برنامجه التضامني. نسرين بوزيان والتفاصيل. حملة تضامن واسعة مع العائلات المعوزة أطلقها الهلال الأحمر الجزائري عشية الدخول المدرسي، تتضمن توزيع 60,000 محفظة مدرسية على تلاميذ بكافة ربوع الوطن. الهلال الأحمر الجزائري اليوم استطعنا أن نفوت عتبة 60,000 محفظة الموجهة للعائلات المعوزة عبر التراب الوطني. الحمد لله وبفضل المانحين نهدف إلى عدد أكبر، ما أنه مازال عندنا أسبوع في يدنا باش نزيدوا نحصلوا على محافظ. عملية تضامن مع العائلات المعوزة انطلقت من مركز الاستجابة السريعة للكوارث بسيدي راشد نحو 10 ولايات جنوبية شرقية وجنوبية غربية، وذلك بالتنسيق مع مجمع سون الغاز. عملية تضامنية أخرى للهلال الأحمر الجزائري يقوم بها بفضل رعاية شركة سون الغاز الشركة الوطنية التي تقدمت بمساعدة قيمة للهلال الأحمر الجزائري بهدف شراء المحافظ وتوزيعها على 10 ولايات الجديدة. اليوم هناك شاحنتين سعة 20 طن تنطلقان إلى الولايات الجديدة، نستهدف كل من ولايات تقرت إليزي كذلك المغير ولا جلال المنيعة. كما هو معروف سون الغاز ساهمت في إنجاح الدخول الاجتماعي الجديد، وذلك بتقديم مساعدات بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري إلى الولايات الجنوبية، واليوم يعني كانت الانطلاقة هنا من ولاية تيبازا. يسرع الهلال الأحمر الجزائري بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وولاة الجمهورية وكذا عددا من المتعاملين الاقتصاديين مبادرته التضامنية للمساهمة في إنجاح الدخول المدرسي.
وفي ذات السياق دائما سطرت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا وقائيا خاصا بمناسبة الدخول المدرسي المقرر الثلاثاء، يرمي إلى توفير الأمن بمحيط كل المؤسسات التعليمية والحفاظ على سلامة التلاميذ. وستسهر وحدات الدرك الوطني على التواجد الميداني لوحدات أمن الطرقات عبر الشبكة الواقعة ضمن إقليم الاختصاص من أجل تسهيل حركة المرور. ستباشر مصالح الدرك الوطني عن طريق الفرق الإقليمية وحدات أمن الطرقات وفرق حماية الأحداث بالتنسيق مع السلطات المختصة برنامجا اتصاليا وتحسيسيا لفائدة المتمدرسين وكذلك أوليائهم حول الوقاية من انتشار الآفات الاجتماعية في الوسط المدرسي والإجراءات الاحترازية للحد من حوادث المرور. الدخول الاجتماعي المدرسي لهذا العام، قيادة الدرك الوطني وضعت مخططا امنيا خاصا بهذه المناسبه من اجل انجاح الدخول المدرسي، وهذا من خلال وضع كافه الامكانيات البشريه والماديه المتاحه على غرار التواجد الميداني لوحدات امن الطرقات عبر شبكه الطرقات الواقعه ضمن اختصاص الدرك الوطني من اجل تسهيل حركه المرور، خاصة وأن الدخول الاجتماعي يعرف حركية مرور كثيفة، وبالتالي أفراد الدرك الوطني متواجدين عبر مختلف شبكات الطرقات بمداخل ومخارج المدن وفي المسالك المؤدية إلى مختلف المؤسسات التربوية من أجل تسهيل حركة المواطنين، تسهيل حركة المرور ضمانا لأمن وسلامة المواطنين ومستعملي الطريق. فرقة حماية الأحداث الدرك الوطني بالجزائر تضمن هذا المخطط بالدرجة الأولى إلى حماية ومرافقة هذه الفئة من خلال التواجد الميداني وضمان الأمن والطمأنينة وسلامة المواطن وكذا التلاميذ أمام المؤسسات التربوية مع تقديم يد المساعدة له. أمنيا دائما تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز أدوات مدرسية بورشة لصناعة الورق بطريقة غير قانونية ببلدية أوقاس بولاية بجاية. العملية مكنت من حجز 50 حزمة ورق حجم كبير وعدة أدوات مدرسية مختلفة الأنواع وكذا مجموعة من الكتب المدرسية بالإضافة إلى 5 ماكينات لصناعة الورق. تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز أدوات مدرسية بورشة لصناعة الورق بطريقة غير قانونية ببلدية أوقاس ولاية بجاية. تعود حيثية القضية على إثر معلومات واردة إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني ببجاية، أفادها وجود ورشة لصناعة الورق تنشط بطريقة غير قانونية بإقليم بلدية أوقاس. تم التنقل إلى الورشة الكائن مقرها بقرية تالا أغانيم بلدية أوقاس، وبعد المعاينة تم العثور على مواد أولية لصناعة الورق تتمثل في 50 حزمة من ورق حجم كبير، 500 رزمة ورق مقياس آكات. تم إنجاز ملف القضية مع تشميع المحل والقيام بحجز عيني للأدوات إلى غاية صدور أمر قضائي. إلى ليبيا، تمكنت فرق الحماية المدنية الجزائرية المتواجدة بمدينة درنة الليبية من انتشال 126 جثة من تحت الردوم في إطار مهمتهم التضامنية إثر الفيضانات المدمرة التي ضربت هذا البلد. وتمكنت فرق الحماية المدنية الجزائرية المتواجدة بليبيا للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة تمكنت ثلاثاء على مستوى مدينة درنة من انتشال 4 جثث من تحت الأنقاض، فيما تمكن ذات الفريق الاثنين من انتشال 54 جثة. تواصل فرق الحماية المدنية الجزائرية هنا بمدينة درنة الليبية عمليات البحث والتمشيط وفق خطط ترسم على مستوى مركز القيادة العملي، أين كان العمل اليوم على منطقتين بمدينة درنة ودرنة الشرقية. في مدينة درنة تم تقسيم القطاع إلى قسمين، العمل على شاطئ البحر وكذا داخل الأماكن الحضرية أين هناك بنايات منهارة و
أتربة وأوحال، وعملنا كذلك مع الآليات الضخمة التي تدخلت. أما في درنا الشرقية أين كان العمل على مستوى الشاطئ، ولكن تضاريس تلك المنطقة جد صعبة والوصول لها جد صعب، ناهيك عن الاضطراب الذي يشهده البحر نهار اليوم بأمواج عاتية ورياح قوية. وبلغ عدد الضحايا الذين تم انتشالهم منذ بداية العملية إلى غاية الخامسة مساء إلى 126 ضحية متوفية تم العثور عليها وانتشالها من طرف عناصر الحماية المدنية، والعملية لا تزال متواصلة. وعودة إلى الجزائر، تمكن عناصر الحماية المدنية من إخماد معظم حرائق الغابات المندلعة ليلة السبت إلى الأحد في عدة ولايات عبر الوطن. وللإشارة، كانت مصالح الحماية المدنية قد سجلت أزيد من 50 حريق منذ ليلة السبت الماضي في ظل ظروف جوية صعبة بسبب هبوب رياح قوية، مما زاد من سرعة انتشار ألسنة النيران. وعن آخر المستجدات، ينضم معي الملازم أول كريم بن فحصي عبر الهاتف لإيفائنا بآخر تدخلات الحماية المدنية فيما يخص الحرائق المسجلة بعدد من الولايات. أستاذ الكريم، أهلا بك. تحية مسائية عطرة لك زميلي المحترم ومن خلالك لكل مشاهدينا عبر قناة الحياة. نعم، شكرا لك. أولا، ما هي الحالة العامة لوضعية الحرائق؟ نعم، عرفت الجزائر خلال 72 ساعة الماضية عدة حرائق مست الأدغال والأحراج والغابات وكذلك الأشجار المثمرة عبر مختلف ولايات الوطن. هذه الحرائق التي سبحها المواطنين الجزائريين عبر وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة والمرئية، والتي أحصدها المديرية العامة للحماية المدنية ب 59 حريق في كل من ولاية بجاية يزي وزو وكذلك ولاية البويرة وولاية المندية ولاية برج بوعريريد ولاية قالمة وولاية ميلا. هذه الحرائق التي تمكنت مصالحنا بالتنسيق مع مصالح الغابات وكذلك الجيش الوطني الشعبي من إخمادها تقريبا كليا، ما عدا ثلاثة أو أربع حرائق التي ما زالت عملية الإخماد متواصلة بسبب صعوبة التضاريس وكذلك عدم وصول الآليات الميكانيكية إلى المواقف، باعتبار أن هذه العملية التي بشرتها مصالحنا قلت منذ عشية الجمعة إلى غاية اليوم سخرت لها إمكانيات مادية وبشرية معتبرة، سخرت لها حتى الفرق الجوية وكذلك إمكانيات الجيش الوطني الشعبي لإخمادها والسيطرة عليها. للإشارة أنه عمل إجرائي وقائي أولي قامت به مصالحنا وهو إخلاء الساكنة وإخلاء المواطنين القاطنين بالمجمعات السكنية المحلية للغابات، وذلك تفاديا لأي خطر قد يهدد حياتهم البشرية أو بيئتهم أو ممتلكاتهم. بالإضافة إلى أن هذا الإجراء يمس العنصر الثاني من العملية الوقائية وهو إبعاد المواطنين وخاصة المرضى وذوي الأمراض المزمنة عن كثافة الدخان باعتبارهم أنهم يعانون ربما من صعوبة في التنفس وكذلك الصبيان الرضع والنساء الحوامل. ثم بعد ذلك سيناريو ثاني الذي يتمثل في محاولة إخماد النيران كلها وإخماد المواقد والسيطرة عليها وعدم انتشارها إلى أماكن أخرى فقط على مستوى ولاية البليدة في منطقة البوينان، وبالتشابك الغابي المتواجد بين منطقة البليدة وكذلك الشريعة أو البوينان وغابة الشريعة، وباعتبار أنه حالة الجو كانت في ارتفاع محسوس درجة الحرارة وكذلك هبوب الرياح وصلت سرعتها إلى 60 كيلومتر في الساعة ساعدت على انتشار الحريق وألسنة اللهب. لكن مصالح الحماية المدنية والمصالح المشتركة من مصالح الغابات والجماعات المحلية المنتخبة وكذلك إمكانية الجيش الوطني الشعبي جعلت من هذه الأخيرة أن تستحوذ على الوضع وتخمد كل الحرائق التي عرفتها مختلف مناطق الوطن في 72 ساعة الأخيرة من دون تسجيل أي خسائر بشرية تذكر إلى غاية تسجيل هذه البرقية الهاتفية. نعم، أستاذ كريم بن فحصي، هل يمكن تأكيد أنه لا توجد خطورة لحد الساعة فيما يخص هذه الحرائق حرائق الغابات على الساكنة؟ طبعا قلت كإجراء وقائي العمل الأول أو المحور الأول الذي بشرته مصالحنا وهو إخلاء الساكنة وإخلاء المواطنين من كل المواقع التي كانت بالقرب من ألسنة اللهب أو تخوفنا من انتشار سلعة اللهب إليها، قمنا بإخلاء المواطنين وإخلاء الساكنة وتوجيههم إلى أماكن آمنة وذلك لإبعاد الخطر على العائلات الكريمة وكذلك الصبيان الرضع والكهول والعجزة والمسنين. إلى غاية اللحظة نقول الحمد لله أنه الوضع متحكم فيه، لا يشكل أي خطورة لا على الساكنة ولا على المواطنين ولا حتى على عابري الطرقات المتواجدة
في مختلف القرى والمداشر التي هي بين ولايه بجايه وولايه البويره وولايه اليوزو، فالحاله عاديه 5 على 5. فقط هناك جهاز امني، ربما المواطنين يشوفوا الحمايه المدنيه متواجده على قارعه الطريق او في بعض المواقع. الجهاز الامني للحمايه المدنيه ما زال منصبا في هذه المواقع حتى نضمن الحراسه المتواصله لهذه المواقع، ونبقى في مراقبه مستمره لها تخوفا من اعاده انتشار اسهم الذهب بسبب هبوب الرياح التي هي متواجده في هذه المنطقه. لكن عموما لا تشكل هذه اسهم الذهب او هذه المواقع اي خطر على المواطنين، سواء القاطنين في المنطقه او حتى الذين هم عابري السبيل عبر شبكه الطرق المتواجده في هذه المجمعات الغابيه. نعم، الملازم أول كريم بن فحص المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. إذن مشاهدينا، انطلقت اليوم أو الثلاثاء فعاليات الطبعة الثانية لمعرض الخشب النجارة والمعدات والتكنولوجيات بقصر المعارض بالعاصمة لعرض مختلف إنجازات المؤسسات المحلية والأجنبية في هذا المجال. تفاصيل مع نهاد بوطياف. بمشاركة أزيد من 70 عارض من مختلف الدول، انطلقت فعاليات الطبعة الثانية للمعرض الدولي للخشب النجارة المعدات والتكنولوجيات لعرض المواد الأولية التجهيزات والتقنيات الصناعية للخشب. منتوجات يعني ذو جودة عالية. فور ان تو دانتيغراسيون بلوز امبورطون، لأن اليوم رانا في مرحلة يعني تصنيع بالك صناعة تحويلية، ولكن ننجموا نروحوا للصناعات تاع الانتاج تاع المواد الاوليه باش تكون عندنا يعني لو طون انتغراسيون بوكو بلوز امبورطون. كل المنتوجات الجديده والتكنولوجيات الجديده للتحسن في هذا المجال اللي هو مجال جد مهم في القطاع الاقتصادي الجزائري. تظاهره اقتصاديه ستسمح للمستثمرين والمتعاملين في مجال الخشب بالتعريف بمنتوجاتهم واقامه شراكات واستثمارات جديده في هذا المجال. اون في لو بلاكاج ثاني تاع لو بتي فورما ان 2244 من 5 حتى 17 الان فاس ودفاس. الهدف تاعنا في المشاركه في هذا المعرض ان نعرضوا البرودوي تاعنا فين يحتكوا بالاجانب، نشوفوا ثاني منتجات اخرى باش نعرفوا المنتوج تاعنا وباش نثبتوا الجداره تاع الجوده تاع المنتوج الجزائري اللي احنا كيما اليوم رانا نمثلوه ان شاء الله. ذو الحضور في المعارض والاحتكاك بالجزائريين وبالاجانب، يعني احنا لما نحتكوا بالاجانب راح نكسبوا خبره بالفعل تخلينا باش نمشوا نحسنوا المنتوج تاعنا. لتتوصل فعاليات المعرض الدولي للخشب والنجاره الى غايه 21 من شهر سبتمبر الجاري لتمكين المؤسسات الجزائريه من اكتساب الخبره وتطوير هذا المجال دعما للاقتصاد الوطني. وأكد كمال مولى رفع كافة الانشغالات والعراقيل التي يعاني منها المتعاملون الاقتصاديون ضمن هذه الشعبة شهر أكتوبر المقبل. مرحلة المهمة لازم يكون عقار صراعي يكون يعني يفوكي سوا ديسبونيب، سا سي امبورطون. حنا إن شاء الله بارتي دو مواد أكتوبر المشكل هذا إن شاء الله ينطرح، إن شاء الله ينحل، ولا بريوريتي ليهم لأن الناس اللي راهي كارية سي اون بريوريتي من المرحله تاع الكريات واللي بروبريتير عند رزقها اي اون بو ديفلوبي لاندستري كي تكون عندك في رزقك. دونك جو بونس الحاجه الاولى كاع الانشغالات تاعهم انشغالات اللي ان شاء الله ابارتي دو مواد دوكتوبر العائق هذايا سورا لوفي. نظمت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ندوة تاريخية بمناسبة إحياء الذكرى 65 لتأسيس الحكومة المؤقتة الجزائرية أو للجمهورية الجزائرية بعنوان الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية تكريس وإرساء لبيان الفاتح نوفمبر وشرعية ثروتنا المجيدة. وقال وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيغا خلال هذه المناسبة أن الدبلوماسية الجزائرية اليوم بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تحظى باحترام المجتمع الدولي نظرا لوفائها الثابت بالتزاماتها. إن الدبلوماسية الجزائرية اليوم بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بخبرتها وتجربتها الرصينة وسمعتها وصورتها المتألقة تحظى كل مواقفها وآرائها باحترام المجتمع الدولي بالنظر لوفائها الثابت بالتزاماتها خارج إطار الظرفيات
والمواقف المتهافتة. من جانبه أكد ممثل وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق محمد مزيان أن الإعلان عن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية يعد حدثا بارزا في الثورة الجزائرية مما سمح لها بالانتقال إلى مرحلة جديدة. هذا الإعلان الذي يعد حدثا بارزا في مسيرة الثورة تجسيدا لقرار اتخذ خلال مؤتمر الصمام، حيث دعا المجلس الوطني للثورة الجزائرية في لوائحه وبخاصة خلال اجتماعه شهر أوت من عام 1958 إلى إنشاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. أود أن أشير إلى أن هذا الإعلان قد حمل في طياته أهدافا متعددة سمحت للثورة الجزائرية بالانتقال إلى مرحلة جديدة من خلال استكمال استحداث مؤسسات الدولة الجزائرية الفتية. نهاية النشرة، في أمان الله.